جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أنا أسكن في عفيف، وإذا أردت العمرة أو الحج من أين يكون إحرامي جزاكم الله خيرا؟ يكون إحرامك إذا أردت العمرة أو الحج من السيل الكبير ميقات أهل نجد أو من ميقات أهل العراق، ذات عرق ميقات أهل العراق، هذا إذا جئت من طريق أهل نجد. أما إن جئت من طريق آخر كما لو جئت من طريق المدينة فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة، وإن جئت من جهة الشام فإنك تحرم من ميقات أهل الشام وهو الجحفة، وإن جئت من طريق اليمن تحرم من ميقات أهل اليمن وهو يلملم، بقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت لأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام والمغرب الجحفة ولأهل المدينة ذو الحليفة وهو المسمى بأبيار علي ولأهل العراق ذات عرق، لما حدد هذه المواقيت لتلك الجهات قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، يعني لتلك الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم.